اللي بدي اليوم اتشكر الدار ارت مع كل الفريق تبعها على كل الجهود اللي عملوها حتى ينجحوا لنا حفل تكريم الشركاء. حقيقه لو ما لمساتهم المحترفه والفنانه ما كان الايفنت تبعنا بيكون بهذه النوعيه وبهذا الرقي. كل الفريق انا بشكرهم واحد واحد، من فريق الصوت لفريق الاضاءه لفريق التنظيم لفريق الديكورات، ان شاء الله ما اكون نسيت حدا، فريق التقنيين والمصورين. الحقيقه كلهم اشتغلوا بحرفيه كثير عاليه وما وفروا جهد وكانوا معنا بكل لحظه لحتى نقدر نقوم بحفل. الحمد لله نال اعجاب ورضا كل الشخصيات اللي كنا داعيينها لهالايفنت. شكر كبير لكم وثانك يو فيري ماتش.